العقل دلوقتي يقول نحافظ على الشعرة اللي بينا، ما نحاولش حتى نقويها عشان ما تتحولش الحبل يخنق حد فينا. خلي فاضل معاكي زي ما هو يا نازك، ما تمديش ايدك عليه، صونيه وانا هصرف على البيت عادي بالمستوى اللي يليق بيكي وبابني. وحقوقي انا، حقوقي كست، كزوجة، كأم. تحب اديكي حريتك؟ انا طالبة حقوقي مش حريتي. انا بديك اللي اقدر عليه يا نازك. يبقى اللي بسمعه ده صحيح. ايه اللي بتسمعيه يا نازك؟ علاقتك بالأرملة الطروق، البرنسيسة السابقة. مش بنكرها، علاقة صداقة مش ممكن هتقدري تفهميها، ومش مستعدة تبقى مجال للمناقشة بيني وبينك. خد حذرك مني يا سليم، ومن اللحظة دي اوعى تنام وعينك مغمضة، لأني مش هسيبك. انت عارف كويس قوي انا ممكن اعمل ايه لو كرامتي انجرحت. غلط يا اسطوات، انا مش موافق على اللي بتعملوه. بعد اللي حكيناه لك ده يا استوفيق. استنى شاهين، استنى لما نسمع بقى كلام الراجل. ايوه استوفيق. شوفوا يا اسطوات، الباشمهندس حلمي راجل دارس ومتعلم، وانتوا اسطوات قدام وفاهمين، هو لوحده توه وانتوا لوحدكم ما تتقدموش، يعني هو محتاج لكم زي ما انتوا محتاجين له بالظبط. احنا فاهمين ده يا استوفيق، بس هو مش فاهمه. ده متهيألي ان كلمته هي الصح ولازم تمشي مهما كان راينا احنا. خلوه يجيني وانا هتكلم معاه. بس افرض يعني استوفيق يعني انه لا مؤاخذه يعني اصله يعني طالع فيها ومتقنعر قوي. فاهم، هيقول يطلع مين توفيق السيد ده اللي باعت يستدعيني؟ معذور، ما هو ما حضرنيش. معلش، خلوا داوود افندي يفهمه. لا استوفيق، سيبك من داوود افندي، ده طالع فيها ونفش ريش وطيع في الكل. انا كنت محتار في داوود ده من زمان لغايه ما فهمته. معلش، كلها كام شهر وما تشوفوهوش. ازاي يا استوفيق؟ القناه اللي اتأممت يا الصوات. طبعا بتقولوا لنفسكم ايه جاب تأميم القناة لداوود افندي؟ مش هجاوبكم، خلوا السؤال ده يدور في دماغكم والايام هتجاوبكم عليه. تلاقيهم بيتكلموا في السياسة، اصلها بقت غرام دلوقتي. بيسلي نفسه يا انس، هو عدله دلوقتي غير قراية الجرايد والكتب. ايدي وجعتني يا عمتي. ايدك وجعتك ولا نفسك تروح حارة السيس؟ عمتي رؤية، هي زهرة رجعت يا علي؟ زهرة؟ جت العصرية مع العمدة من البلد. انتوا بتضحكوا ليه؟ حسب يا واد كعب الكل. علي روح يا حبيبي، بس ما تتأخرش قبل العشاء ما تبدا تبقى هنا. حاضر يا ماما أنيسة. مش عايزين حاجة اجيبها لكم معايا وانا جاي؟ وانت راجع عادي على فانوس البقال وهات لنا جبنة اسطنبول. حاضر. كبر علي يا أنيسة. يا اختي ده لعب عيال. يظهر يا اسطوات ان مساله تاميم القناه دي مش هتعدي بالسهل، لا الانجليز ولا الفرنسويين ولا اليهود هيسكتوا. طب الانجليز ومفهومه، والفرنسويين عشان مصر بتساعد الجزائر، يبقى اليهود ايه اللي حشرهم؟ عشان ما يفوتوش فرصه يركبوا فيها على كتاف غيرهم. دلوقتي بس انا فهمتك. لو الحكايه دي كان زمان داوود مشي ورا ابنه من سنه 48. داوود ما يمشيش بايده فاضيه يا زكريا. يعني ايه؟ لو سليم كان بيزورني زي الاول كنت حذرته، ومع ذلك دي مش مصلحه سليم لوحده، رؤية اخته وشريكته، ودي مسؤوليه عليا حتى وانا عاجز. عشان كده عايزكوا لما تقابلوه بكره تقولوا له يجيني ضروري، انا عايزه. ما قلتش اللي انت ناوي عليه ليه؟ قصدك ايه؟ انت يا جدع انت مش كنت متصاربة وعايز تزور توفيق افندي وقلت انك عايزه في موضوع خصوصي؟ بس بيني وبينك اتلجمت ومعرفتش انطق. ليه، هو موضوع خطير للدرجة دي؟ لا مش خطير ولا حاجة، بس حساس حبتين. وما تقولهولي ولا سر؟ وانا من امتى بخبي عليك سر يا اسطى؟ المسألة كلها اني بفكر اتأهل، سني ما بقاش صغير. الله، واللي دخل جوازك بتوفيق افندي؟ اصل طلبي عنده،
طلبك عنده؟ مين؟ المزمزير رؤية. ايه؟ رؤية؟ هي صحيح تعتبر صاحبة المصنع، يعني عندها مال، وانا حيطلع حتة عامل عندها، بس جه في بالي انها جايز توافق عشان ظروفها. مالها ظروفها يا شاهين؟ يعني يا اسطى مسألة المستشفى القديمة والحاجات دي. قلت بقى البضاعة مضروبة والتوفي دي فوق وهتشيله ببلاش. مش الفكرة يا اسطى. امال ايه الفكرة يا ابن الباس؟ الله، انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ شامم ريحة طمع ورسم على تقيلة شاهين. عيب يا اسطى. انت مش كنت قاري فتح بنت عمك؟ ما بتتجوزهاش ليه؟ الله، كل شيء اسمه ونصيب. كل شيء اسمه ونصيب، ولا البنت فقيرة والجواز هتبقى كحيت يا شاهين؟ مش انا اللي اتقال الكلام ده يا ابو فاتن، وعموما انا غلطان اللي قلت لك. السلام عليكم. وعليكم. ايه العباره؟ وزكريا وشاهين كانوا بيتخانقوا ولا ايه؟ اساله يا معلم. لا مش وقته، انا هاخده معايا وانا ماشي. بس المهم دلوقتي خلي بالك منه اللي يمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا 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 يا عمده. ازيك يا زكريا؟ اهلا يا مرحبا. اهلا 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 يا عمده، منور مصر. ابو عمر ان شاء الله ما تشوف وحش. اهلا اهلا. زعتر عميد كرسي الباشا العمده. عينيا اصل عاد في عمده ولا في باشا؟ يلا يا بار شوفوا لكم واحد تقعدوا فيها. اتفضل. شكرا. اشكر. سلامات يا زينهم. تسلم وتعيش يا عمده. تشربي الاول بس يا زهر. كفايه بقى يا ضنايا، فطرت قلبي يا بيت. اطمني اطمني خالص يا حبيبتي. والله والله اللي يتهزله سبع سماوات لا يحصل ولا يكون ابدا يا زهر. انا في عرضك وفي عرض عم زينهم. حاضر حاضر يا ضنايا، بس انت بقى لو بتحبي خالتك سماسم بصحيح اسمعي كلامي. انا عايزاكي دلوقتي تقومي تغيري هدومك وما تعيطيش ابدا وتغسلي وشك، وانا انا بقى اللي هقف لابوك يا زهره. حق بطلوده واسمعوده يا ناس. تجوزها؟ انت بتتكلم جد ولا بتغزر يا عبده؟ اصغر منها في البلد عندنا بنجوزهم يا زينهم. انا ماليش دعوه ببلدكم، انا بتكلم في الاصول. بنت لسه عيله قدام عليهم. شيل الله يا علام. وهنعمل ايه بالعلام يا اخويا؟ هنوظفها؟ البنت نبيها وشاطره في المدرسه وقدامها مستقبل، حرام تعمل فيها كده. زينهم البنت بنت تاني، وانا الوحيد اللي اعرف مصلحتها فين. واحنا شركتك فيها، احنا اللي مربيينها. بقول لك ايه، كنت بدفع لك مصاريفها بالمليم. لاول مره بقولها لك يا عمده، الشهريه اللي كنت بتدفعها لزهره طول السنين اللي فاتت ده هي تمصرفش منها مليم احمر، كنا محوشينها لها لما تكبر. ولي الصالح، ثم انت فاهم ان انت هتصرف على بنت سليمان غانم؟ ومين قالك ان انا بربي عيال صغيرين بالفلوس؟ ما يكونش بيتي ملجا ولا مراتي كمريره؟ يا عمده احنا حبينا البنت زي ما تكون بنتنا. اياكش تكون عايزنا تنازل لك عنها. قلناش كده، انا كل اللي هممني مستقبل البنت. ما اسهل ما عليا ان انا اقول لك خد بنتك واشيل عن كتافي، انما ما يخلصنيش اضوعك على اللي في دماغك. يا سلام، وانت اش دراك باللي في دماغي؟ سبحان الله، امال احنا بنتكلم في ايه من الصبح؟ جس نبض، كنت عايز اعرف رايك ايه. واديك عرفته يا عمده. اتنورنا يا معلم. عن اذنك. الله. على فين يا عمده؟ في ناس اهم منك لازم اروح لهم واخد رايهم الاول. وايه اللي كان زمان ده انت راخر؟ كان بيصعب عليا قوي، وانا بشوفك وانت مختلفه مع سليم. كنت منزعج قوي واتوسط بينكم علشان علاقتكم تستمر، لان كنت لسه عايش في الحياه البرجوازيه وخاضع لمفاهيمها وتقاليدها. انا كنت ببعت اجيبك عشان تسمعني كلامك لهبل ده. وانا عارف انت عاوزه ايه يا ناظر، وبقولك ان انا دلوقتي ما ينفعش اكون حمامه سلام، لان مؤمن ان جوازكم مشروع فاشل واستمراره نوع من النفاق. كتر خيرك، ده اللي قدرت عليه. انا غلطانه اللي لجأت لك. بالظبط. وعلشان مشوار ما يروحش هدر يا نازج، ليك عندي نصيحة. خد اللي بيديهولك سليم وبوسي ايدك وش وظهر. بردون يا هانم. ملك يا فوزي فين؟ ضيف يا ست هانم. ضيف؟ وحشاني يا مزورة، وحشاني. وهلبت ماني وحش كاني كمان.
ازيك يا عاصم بيه؟ اهلا يا عمده، اتفضل استريح. ربنا يريح قلبك. هتتفضلي تستريحي انت كمان يا هانم. اقدر افهم يا عمده سبب تشريفك بدون استئذان او معاد؟ ايه واحنا من امتى بينا الرسميات دي؟ بنت فوزيه افندم، روحي حضري لنا حاجه حلوه من اللي كنتوا بتتحفونا بيها زمان. حاضر. انا كنت ماشي، بس اعتقد ان تقاليد العائلات المحافظه تحتم علي احضر المقابله دي. خليك على راحتك يا عاصم، العمده مش غيري. الله اكبر. انا طبعا عارف انني جاي من غير لائحه ولا دستور، بس احنا بينا عشره وعيش وملح، ومهما كانت الظروف فاكيد البت زهره تهمك. مالها زهره؟ ما تقلقيش، دي زي الفل، دي بقت عروسه. انت لسه سايبها في بيت العلم؟ مش انا الواحد اللي سايبها يا هانم. انا ما كنتش حره يا باشا، ظروف. احنا الاتنين ظروفنا ما سمحتش. انا فاهم. على كل حال انا لا سمح الله لا جاي اعاتب ولا حاسب، بالعكس ده اني جاي واجب مهما كان انت امها، ولازم يكون لك راي في جوازتها. يعني مامي كانت متجوزه الراجل ده ومخلفه منه بنت اكبر منك اسمها زهره. الله الله، بتعملي ايه عندك يا بنت يا صالحه؟ انا مش منبهه عليكي 100 مره مالكيش دعوه بالاوضه دي. انا اللي نادت عليها يا دادا فوزيه. وكانت بتقول لك ايه بقى يا عادل بيه؟ كنت بقول له اللي سمعتيه يا فوزيه وانت واقفه بره الباب تتصنطي. حاضر، حسابك مش معايا انا، حسابك مع الهاني. استلقي وعدك بقى لما ضيوف هيخرجوا. والله دي عوايدنا في الفلاحين، البت اول ما تدرك نجوزها. بس زهره مش فلاح. ايوه بس ابوها فلاح وما يقدرش يتسلسل واهله. بلاش تخلف وجهل، لا البشويه صلاحيتك ولا قعدتك في مصر. طفله ايه اللي اتجوزها في السن ده؟ ايه دي لهو جنابك لسه موجود؟ طب تصدق بايه؟ انا ماني حاسس بيك نهائي. بقول لك ايه، انا الاب والهانم تبقى الام، وبنت ساير في مستقبل بنتنا. وانا خال البنت وبحذرك، لو فكرت ترتكب جنايه زي دي هبلغ فيك النيابه. زهرة ما بلغتش السن القانونيه للجواز، وكمان معاها شهاده ميلاد، يعني مش هتقدر تدفع قرشين وتسننها يا عمده. عاصم ما تتدخلش في الموضوع. يعني انت موافقه؟ طبعا لا، بس انا هعرف اتفاهم مع سليمان باشا واقنعه. ايوه، وانا جاي النهارده مخصوص عشان اتفاهم ومستعد اقتنع. وانا منسحب، ويكون في علمكم انتوا الاثنين انا لا يمكن اتخلى عن واجبي. ايه دي؟ هيعمل ايه المجنون ده؟ لا يكون ناوي يبلغ بصحيح. ما تخافش منه، ما يقدرش يعمل حاجه. من يوم ما رجع وهو بيجعجع كده وينزل على ما فيش. مساء الخير. مساء النور، حضرتك عايز مين؟ انت زهره؟ ايوه انا خالك يا زهره. خالي؟ مين يا زهره؟ معرفش يا خالتي، بيقولوا انه خال. خالها منين بالصلاه على النبي؟ انا عاصم السلاحدار. اخو بسلاماتها الست نازج السلاحدار. مظبوط. ايوه صحيح يا زهره، ده طلع خالك بجد يا بنت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، واه يا اخويا اللي فكرك بيها النهارده. يا ترى المعلم زينهم موجود؟ اه طبعا يا اخويا موجود ودايما موجود، هو معاه ضيف جوه. تحب نقول له حاجه يا معلم؟ قول كلام يخش الدماغ. الكلام اللي بقوله لك يخش يا جدع دماغ؟ انت اللي قافل دماغك بالضبة والمفتاح. لو كنت حامل هم البت انا هاخدها، وخلي حمديه بقى تيجي تاخدها مني انا. يا راجل افهم بقى، وانا بقول لك الكلام ده عشان تقول لي مش عارف ايه. لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين، لا مؤاخذه يا استاذ زكريا، الاستاذ عاصم السلحدار اخو الست نازج السلحدار بره وبيقول انه عايزك يا معلم. عاصم السلحدار؟ وايه المناسبه؟ عموما خليه اتفضل. قول له انت بقى يا اخويا. اتفضل. اهلا وسهلا استاذ عاصم. اهلا وسهلا. مساء الخير يا معلم جميل. اهلا وسهلا. شايف صراحه عينيا عينيا. ازيك استاذ عاصم؟ ايه الصدفه السعيده؟ الله يخليك. واضح ان انا قطعت عليكم قعده مهمه. لا اتفضل استريح. لا معلش يا معلم، ابقى اجي لك وقت تاني ان شاء الله نتكلم فيه براحتنا. المهم دلوقتي وعلى الواقف كده
زهرة بنت أختي معرضة لمؤامرة، وللأسف يمكن أمها تشترك فيها مع أبوها. مؤامرة؟ مؤامرة إيه لا سمح الله؟ اقعد واحكي لي. سليمان غانم اتخبل في مخه عايز يجوزها، والظاهر إن أختي ليها مصلحة عنده وهتهاوده. أوه بلغني منه كلام زي ده. وموقفك إيه يا معلم؟ شوف يا أستاذ عاصم، البت دي أمانة شايلها سليمان غانم عندي، ولو جاي يطلبها ما اقدرش اقول له لا. اي نعم احنا حبيناها زي ما تكون بنتنا واكتر، انما ما نقدرش نقف في سكه ابوها. كل اللي نقدر عليه الحيله والمسايسه. لو سليمان اتفق مع نازق مش هيبقى فيها حيله ولا مسايسه يا معلم. الاثنين هيشتركوا في صفقه تروح فيها زهره فوق البيعه. ده بقى اللي لا يمكن اسمح بيه ابدا، وانا مش راجل قليل الحيله. لا انا في ديك الساعه العب بالاثنين على اصبعي زي ما انا عايز. وانا معاك يا معلم، وارجوك اول ما تحس ولا تشم ريحة خطر اديني خبر. وهو كذلك. نشرب الشاي بقى. اتلم المتوس على خيبة الرجا. ما فاجئتنيش. ما عادش في ايديهم ورق يضغطوا بيه عليك. تحب اقولك ايه اللي هيحصل بالظبط؟ بتشم على ظهر ايدك؟ انت عارفني اصلا، انا عمري ما اعتمدت على التخمين. نازك هتحاول تسترد بنتها بموافقة سليمان غانم. ده جزء من الصفقة اللي هيتفقوا عليها الليلة دي. اللي نفسي اعرفه بقى بقية الاجزاء. هعتمد عليك يا طلعت بيه. ارسي هترد عليا امتى؟ دكوة باي. ها ويطلع مين طلعت بيه ده ان شاء الله؟ ده الراجل اللي هيخلص لنا الصفقة. كان راجل كبير في حاشية الملك، وبعد الثورة استغل علاقاته القديمة بالانجليز واشتغل بالتجارة. ويا ترى أنا وضع ايه في الترتيب الجديد ده؟ ما تنسيش انني اللي جايب العمليه كلها. احنا مش اتفقنا يا عمدة؟ وابصم بالعشره احنا هدفنا واحد وسكتنا واحده باذن الله. عاصم الصيحزار بعد ما رجع من اوروبا زي ما يكون اتبدل بقى واحد تاني. بعد عن طازت ولاد الزواج بتاع الزمان بقى واحد تاني خالص. بقى يقعد معانا وياكل معانا ويشرب معانا ويكلمنا في السياسة وشغل المصنع وحقوق العمال ما تأخذنيش في دي الكلمة. ستوفيق البدري بيقول عليه انه راجل متطرف. يعني ايه متطرف؟ يعني ثوراجي. عاصم الصلحدار ثوراجي؟ ما صدقك دي. خلاص بقى اجيب لكم الشاي. واحنا لسه خلصنا اكل يا سماسم. ما يا اخويا طول ما انتوا بتتكلموا في السياسه الله في سمامه هتخلصوا اكل دلوقتي. احنا ما بنتكلمش في السياسه. يا ريت يا اخويا نتكلم في الجد. اتفضل يا اسطى. ايه مالك يا اسطى زكريا؟ قافل دماغك ومحجر قلبك ليه يا اخويا؟ تقصدي ايه يا ست سماسم؟ الكلام اللي كان بيتكلم معاك فيه المعلم زينهم، الشمل اللي لازم يتلم علشان البت فاتن الغلبانه تعيش يا اخويا بين امها وابوها. انا كنت عارف ان ده كلامك مش كلام المعلم. اتبسطتي؟ افهمها غلط وبيتهمني ان كلامي مش من دماغي. يقطعني يقطعني انا يا اخويا كان قصدي. دخوت ايه يا وليه اللي دخلت في الكلام وحشرك بيني وبين الراجل؟ ها مش عارف اتفاهم معاه؟ جبتك عشان تساعديني؟ خلاص بقى يا معلم خلاص. بس يا زكريا ما تتحشرش بيني وبين مراتي، انا بأدبها. يا اختي حوشوا عني يا استاذ زكريا، حوش السبع يا اخويا. خلاص بقى خلاص. انتوا عايزين صوتكم يوصل للعيال بره ويتلموا عليكم؟ انا مش هعيد الكلام تاني معاك. انا رايي ان انت ترجع مراتك تربي بيتك وتقفل عليها باب بيتك. عجبك الكلام عجبك، ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك وتفلق. امال انا معايا المهندس في المصنع ليه؟ عشان لما يحاول يطور الانتاج تقفوا له؟ سهل علينا ان احنا ننفذ اللي بيقوله يا سعاده البيه، بس احنا قلبنا على سمعه المصنع خصوصا بعد ما جربنا الصبغه الجديده وشفنا النتيجه. والطريقه دي اتجربت في مصنع شبرا الخيمه، النطاط اللي اتباعت رجع نصها. انا عارف كويس ايه اللي حصل في مصنع شبرا الخيمه، ملوش علاقه خالص باللي عايز يطبقه المهندس حلمي. اهو على كده على طول يا سعاده الباشا، حاشرين نفسهم في اللي مالهمش فيه ودايرين يحرضوا العمال. لحظه يا استاذ داوود، خلافي مع الاسطوات ما يمنعش انهم شغالين ومخلصين، وتاثيرهم على العمال بيبقى في الغالب لصالح المصنع. وانا ما قلتش حاجه، بس النقطه خلاص دي. خلاص يا داود خلاص اسمعوا اسطوات، انا ما بنكرش خبراتكم وبحترم رايكم جدا، بس ده مش معناه ان احنا ما نديش فرصه للتطور والعلم. انا بقول الكلام ده وانا عارف اللي عايز يعمله حلم ده هيكلفني كتير قوي.
لا ده بس مؤقتا، لكن في المستقبل ان شاء الله. انا واثق حلمي واثق من كده. عشان كده بقول انت وزكريا تقعدوا مع بعض وتناقشوا الموضوع كويس قوي وتوصلوا لاتفاق. وهو كذلك. بالمناسبه الاسطوات وصلوا لي رساله من توفيق افندي السيد، عايز يشوفني. توفيق كان عايز يتكلم معاه في الموضوع ده بالذات. الموضوع ده اتحسم وخلاص، مش عايزين نناقشه مع حد برا المصنع. توفيق افندي مش برا المصنع. طبعا توفيق مش برا المصنع، مفيش مانع تروح يا حلم. زكريا خد الباشمهندس وروحوا الليله. امرك يا بيه. يلا شاهين. يلا يا اسطى. بعد اذن جنابك. حلمي عايزك تتعامل مع توفيق على ان هو المدير الحقيقي للمصنع ده. هو صحيح ظروفه الصحيه بتمنعه انه يجي لنا هنا، بس هو اكتر واحد فاهم المصنع. انا سمعت كده برضو وهتصرف على اساسه. مع السلامه. اظن كفايه على جنابك شغل كده النهارده، بلاش نتقل عليك اكتر من كده. انا مش تعبان يا داوود. في ايه؟ حصه التصدير يا باشا. مالها؟ بعد تاميم القمال واضح ان الجو السياسي ملبد، وواضح كمان ان الانجليز والفرنسويين ممكن يفرضوا حصار بحري على مصر، وفي الحاله دي التصدير هيتوقف. طبعا ممكن. انت شايف ايه يعني؟ ما نستناش. يعني نعجل بالتصدير يعني؟ أذون التصدير مش جاهزة يا باشا، وعشان تجهز يلزمها وقت، وفي نفس الوقت البواخر متأخرة. وضح كلامك يا داود، عايز ايه يعني؟ نبيع هنا في مصر وفورا قبل التصدير ما يتوقف، ونبقى ساعتها بنرمي بضاعة بايرة في السوق مالها السعر. الله برافو عليك، كويس قوي انك رمبرتنا يا داود. اسمع، لما بضاعة التصدير اللي عندنا كلها واتصل بالعملاء وبيعها. أنا سمحت لنفسي أعمل كده فعلا. نعم. كنت واثق إن رأي جنبك هيتفق مع رأي. اتصلت بالعملاء فعلا وارتبطت، والعقود بتتجهز في الحسابات، ومندوبين العملاء جايين بكرة الصبح يمضوا ويدفعوا ويشيلوا لو حب. برافو عليك يا داوود. الله، ده أنت كلمت توفيق بقى. ومع ذلك جنبك ما بتثقش فيا زيه. لازم تقدر الظروف يا داوود. ابني عنده في البيت، وبعدين توفيق السيد مش موظف عندي. ده كان يعني انا مش عايز اشرح لك ازاي. ايوه يعني. فاهم يا سعاده الباشا، وكل اللي انا طالبه مزيد من ثقه وعطف جنابك. خلاص اطلب اللي انت عايزه يا داوود. الثقه والعطف ما يتقالوش في بنود يا باشا. سيب لي الموضوع ده، انا هفكر ازاي اريحك وارضيك. براحه جنابك. الهوجه خلصت، واللي حصل لعرابي زمان هيحصل تاني، والمرة دي العالم كله واقف لهم. مش مهم العالم كله يا رأفت بيه، كفاية عليهم الإنجليز بس. ونسيت الفرنسويين؟ ما قريتش تصريح ميسيو جورج بيكو رئيس مجلس إدارة شركة الكنال؟ الأهم تصريح ميسيو جيمولي وميسيو كريستيان بينوا. تعرف يا جماعة؟ أنا متهيئني المرة دي إن فرنسا هي اللي هتضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش برضو طلعت بيه؟ مين جنبك؟ أظن نازك هانم كلمك جنابك عني. سليمان باشا، أهلا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. باردون باردوني معا. أهلا وسهلا. فضل معي يا باشا. أهلا وسهلا. فضل. أهلا وسهلا. فضل. أهلا أهلا. فضل يا باشا. يا مرحب. تهيألي إن الهانم رستك على الموال كله. أنا اللي فهمته منها إن عندك معلومات عن صفقة كبيرة من مخلفات الجيش الإنجليزي. أيوة عندي، بس انا مش هفتح عنك بكلمه غير لما اضمن الناس اللي معايا الاول. انا طلعت فارس يا باشا، شمشيرجي احمد باشا حسنين وحافظ باشا عفيفي، وافتكر ده كفايه. كل الباشاوات دول على عيني وراسي، بس بقول لك ايه، دي شغلانه فيها نص مليون جنيه. انا دوري محدد في العمليه، اكلم لك ضابط الاتصال الانجليزي اللي لسه موجود دلوقتي في الاسماعيليه واتفق معاه على نصيبه. حلو، بسم الله عليك، مش مطلوب اكتر من كده. ولما ده يحصل هقول لك البضاعه مخزونه فين. يعني هي مش تحت ايدك دلوقتي؟ وهي اللي تحت ايدي هحتاج لك انت ولا الهانم في ايه يعني؟ انا اقول لك، تحتاج للهانم عشان الفلوس، وتحتاج لي انا عشان افضي لك السكن. هفرم عليك. طب يا اخويا نخش في الموضوع. بحضور الهانم اتفقنا احنا الاثنين ما ينفعش. طب ما هي موكلاني بالنيابه عنها. برضو افضل ان يكون قدامها وبعلمها. ده انت حريص.
ده انت حاوط ولئيم قوي. وماله؟ طيب بينا نروح لها دلوقتي؟ نروح فين يا طلعت بيه؟ على مهلك، احنا هنقعد نشرب السخن والسائع على ما الهانم تخلص المشوار اللي وراها. هل بدي يا اختي ما انت الست نازك بنت الاكابر؟ ايوه. يا اهلا وسهلا و300 مرحبا، اتفضلي في وقت المسافرين. احنا مش جايين نتضايف يا ست سماسه، احنا جايين ناخد زهره ونمشي على طول. ايه تاخدوا زهره ليه؟ كفله الشر يا حبيبتي. شر ايه يا ست انتي؟ ام وجايه تاخد بنتها. وانت مين يا شاب وملك يا ضنايا هبتي في وشي كده زي المدفع؟ تبالك ايه دي يا استنازك؟ ما ده يلا تكون بسلامتها اختك دي فوزية الدادة، ومش عايزين نضيع وقت بقى اكتر من كده. اديها الفلوس يا فوزية. فلوس؟ فلوس ايه يا هانم؟ خد الفلوس ومتشكرين قوي على تعبك مع الست زهرة. اجرة يعني؟ لا 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 مش بالظبط كده، اعتبريهم كادو اي حاجة يعني. يا حلاوتك مقبولة منك يا ست. هاتي يا اختي 10 20 30 40 50 جنيه ابعديهم على مهلك. ودلوقتي بقى اندهن البنت كده. طب خدي ايدك يا حيوانة. حيوانة؟ طيب مقبولة منك، بس هتاخديهم يعني هتاخديهم. خدي وتاخدي العسكري اللي انت مجرجراه وراكي ده وتتفضله من غير ما ترد. اسمعي، الانزحه والعنطازه اللي انت فيها دي كانت زمان، ايام زمان، ايام ما كنتوا بتتحموا في سرايات ملوك وبرنسسات، انما هنا في بيتي لا، اقدامها شبشب ينزل يطرقع على قفا اي واحده فيكم لولا اخلاقنا اللي تمنعنا عشان انتوا ضيوف. اتفضلوا اتفضلوا من غير ما ترد. ايه ده ايه ده يا ربي، مش قادره اصدق وداني. بنتي انا بتتربى على ايدين واحده زيك؟ دي مصيبه. يا ربي بقت بنتك دلوقتي يا هانم. يا تربيه السرايات يا بنت الزواج. وكانت فين؟ كانت فين قبل كده المسكينة لما رمتيها لطليقك وطليقك رمهنة؟ إنما هقول إيه ولا إيه؟ ما اللي اختشوا ماتوا. ما هو أنت لو بتحسي ولا عندك دم ما كنتش عملتيها من أولها. قلتلك قلتلك يا ستي هانم دي عالمة وما يصحش أبدا تعملي راسك براسها وتجيلها لحد ده. الله في سمايا شاويش الغبرة، لا فرقكوا شغل العوالم على اصوله. اوعي 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 على هاني جاني لما لخبطتك انت وهي. اوعي من هنا اروح بره. لا خدي بقى. انا ماما يا زهر. عارف بتبعدي عني ليه يا حبيبتي؟ امك عايزه تاخدك معاها يا زهر. طبعا هاخدها. لو زهر قالت تيجي معاكي انا هسيبها. مش باذنك يا هانم، البنت هتيجي معايا ولو حاولت تتدخلي هجيب لك البوليس. خش اوضتك يا زهر. حاضر يا خالتي. اتفضلي هاتيلي البوليس يا هاني. طرازينه ايه؟ في ايه يا عمر؟ مالك؟ في ست عايزه. على مهلك، خدي نفسك وفهميني بالراحه. في ايه؟ في ست عايزه تاخد زهره وتجيب العسكري لامي. عسكري لامي؟ فاهم حاجه يا زعتر؟ ابدا يا معلم. حمار زي معلمك نهايته. خليك مع عمك زعتر، خد بالك منها لحد ما اشوف الحكايه وارجع. جيب لها ازازه حاجه ساعه. ماشي. تعالي يا قمر. تعالى يا حبيبتي. يلا يا ست قلبي. اوبا اقعدي بقى على مكتب بابا هنا. ايوه. بقول لك ايه، هاتي اللي قال لك عليه زن. يعني تيجي هنا وتهزقني في بيتي واسكت يا زنهم؟ ما كانش في داعي للاخد والرد، هما كلمتين ورد غطاهم. البيت تمام عندنا وابوها بس اللي ياخدها وقدمتم. يوه يا اخويا، وهم ادوني فرصه؟ ده هي من ناحية والعسكر اللي مجرجراه وراها من ناحية التانية. خلاص. المهم دلوقتي زهرة فين؟ جوه في الأوضة مع فات. زهرة يا زهرة. نعم يا عم. اسمع يا زهرة، انت يا بنتي كبرتي وما بقيتيش صغيرة،
أمك جات وعايزة تاخدك، إيه رأيك؟ أحسن ما أبويا ياخدني. طب ولو أمك لعبت بيكي ولا سلمتك لأبوكي؟ ساعتها هرجع، بيتك مش بعيد عليا. ماشي يا بنتي، خشي لم هدومك وحطيها في شنطة. تلم هدومها ازاي بس يا زلمة؟ ولا كلمة. البنت فهمتها أحسن منك، على الأقل أمها مش هتجوزها وهي في السن ده. طب هتقول ايه لابوها لما يعرف ان الدلعات امها جات وخدتها؟ هتقول له ايه؟ هفوت عليه قبل ما اوديها. المهم اجري دلوقتي جيب الفلوس اللي محوشينها لها من الدولاب. بعلمه ومفجته. وهي اسمها امها وهي اولى بها برضه. هو اللي قال لكم كده؟ بعضت لسانه. طب ده لولا انشغل النهارده كان زمانه فات عليكم بذات نفسه وقال لكم على الحكايه دي. خلاص يا بنتي، ما بدهاش، ما بقاش فيها كلام تاني. وديني يا عم زين. هتستريح هناك يا زهرة؟ لا، أنا عارفة إن أمي ما بتحبنيش وعارفة مش هستريح، بس المهم عندي أكمل علامي. فهمك يا بنتي، فهمك. يلا بينا. ما تستنوا تاكلوا معانا شقتين بطيخ، مش هقرع زي دماغ بهروب. هبلغ البوليس، لازم يجرجروها في الاسم وتتبهدل. يا ست انا مستني. على كل حال زهره هكون عندك النهارده. لا، لازم تروح وتتبهدل هناك. انت ما شفتش عملت فينا ايه يا عمده؟ خلاص، اللي انت عايزاه هيحصل، هنقدمها، ولو حبيت نجيبها تبوس على راسك انا هجيبها. تجيبها ده ايه بلا قرف. نازك هانم، بعد اذن حضرتك مش برضو نتكلم في المفيد احسن؟ انا موافقه على كل اللي قاله سليمان باشا. في اتفاقات لازم عصمتك تكوني موافقه عليها. ايه ده؟ انت راجل، انت لسه مش واثق فيا؟ اما عجب بصحيح. بردون يا باشا، ما تاخذنيش، دي اصول شغل، وافتكر نازك هانم فهماني كويس قوي. اوكي طلعت بيه. اول حاجه عمولتي في العمليه، انا هاخد 5% من اجمالي ثمن البيع. ايه 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 يا اخويا، انا مش فاهم حاجه. قولي لهم المعلم زينهم السماحي. ايه زينهم ده؟ ايه اللي جابوا دلوقتي؟ انا جاي، ما تاخذنيش في دي الكلمه، وجايب معايا زهره عمده. اهلا اهلا يا معلم، عملت عين العقل. انا دلوقتي بس كنت هبلغ البوليس. بوليس ايه اللي يصدق؟ انا مش لسه قايل لك المعلم زينهم ده راجل، اي والله راجل، وراجل دغري وما يحبش الحل المايل ابدا. ما انت يا عمده اتفقت مع الست طليقتك عشان ترجع لها بنتها، ما جيتش ليه قلت لي؟ الله، ما انا كنت هقول لك يا راجل، بس بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوك. اسمع بقى، اللي عملته الست سماسه مراتك دي عيب. اي والله عيب، عيب يا اخي، دي فيه برضه مقامات واصول. طب عدم المؤاخذه بقى، قبل ما نتكلم في المقامات والاصول احب اسلم عهدتي الاول. يا مؤاخذه يا زهره، الكلمه دي مش ليكي. اتفضل عمده، ادي زهره اهي، وادي الشهريه اللي كنت تبعتها لها تحويشه الكام سنه اللي فاتت، تحب تعدهم؟ لا عيب يا راجل، ما يصحش. اعتبرني خدتهم واديتهم لزهره هديه. والله ماله لازمه. كون في معلومك يا زهره، بيت عمك زينهم وخالتك سميه مفتوح لك في اي وقت لو تعبتي ولا حبوا ينطروكي بعيد عن اللعبه اللي بيلعبوها سوا. فوزيه افندم، خدي زهره طلعيها فوق في اوضتها. حاضر. بقول لك ايه، انت كلامك تقيل ورزل يا زينهم. خلاص يا سليمان باشا، ما عادش فيها كلام. لا فيها الشويه بقى اللي ما قلناهمش عن الاصول والمقامات. شوف يا ست هانم، بنت الاصول لما تخش بيت ناس مهما كانوا فقراء او في مقام اقل من مقامك زي ما انت فاكره، الاصول تقول انك تحترميهم عشان يحترموك، يعملوا معاك الواجب. انما لما تدخلي بيتهم وتهنيهم، يبقى شويه قوي اللي عملتهم معاك سماسم مراتي. انت بتشتمني يا جربوع؟ عيب عيب، ما يصحش، عيب ما يصحش كده يا معلم زينهم. عمده بطل يا عمده، ويكون في معلومك انت والست طليقتك ان من زمان كسرت سرايا زي دهيت ودخلت فيها السجن عشان كلمه ما عجبتنيش من سليم البدري، ومستعد اعملها دلوقتي. وانت تقدر، انا ممكن دلوقتي اندهلك الخدامين يرموك بره. وانا مستني الخدامين بتوعك. عيب بصراحه ربنا، الكلام ده عيب. عيب بقول لك ايه يا راجل، انت راجل معلم وحويط وفاهم كل حاجه. ايه يعني يا اخويا اتنين ستات اتخانقوا مع بعض؟ احنا ايه دخلنا في الحاجات دي؟ وبعدين على راي المصطفى عليه الصلاه والسلام، صلي على النبي معايا، صلي على النبي عليه الف صلاه وسلام، الرسول عليه السلام قال ناقصات عقل ودين. وبعدين ما تبقاش هيما ايه كده، تاني بينا وبينك كلام كتير قوي، تاني هقول لك حاجات بس اما اجي لك. صلى على ابو، يلا عيب كده، ما يصحش يا اخي. جربوع ايه؟ ايه الهلاهيل دي؟ اخي
شيت وباتيستا؟ لا 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 لا، كل الهدوم دي تترمي، وبكره ننزل نجيب لك هدوم تليق. اطلعي بره عشان عايزه اغير هدومي. واطلع بره ليه؟ تعالي وانا اغير لك. ما بحبش حد يغيرني. حكم. لا يا حبيبتي، هنا حاجه والجحر اللي كنت عايشه فيه حاجه تانيه. اطلعي بره بقى. ليه؟ ده انا لازم اقول للهانم، ده انت محتاجه تتربي من اول وجديد. علي. عمتي. مالك يا علي؟ لا ابدا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يا حبيبي؟ ده انت دموعك مغرقه وش. اصلي متضايق شويه. طب مش تقولي متضايق من ايه يا علي؟ مفيش حاجه، انا متضايق من نفسي كده وخلاص. انت كنت بتكتب اللي مضايقك يا علي؟ انا؟ لا لا، ده جواب لواحد صاحبي. طيب اطلع اغسل وشك عشان ماما انيسه ما تاخدش بالها. شيل كراستك يا حبيبي في الدرج واقفل عليه. عايزني اقراها بصحيح يا علي؟ إذا زهرة الآن أصبحت خلف أسوار القلعة ولا أعرف كيف أصل إليك. ما تقوليش لحد يا عمتي. لا يا حبيبي مش هجيب سيرة لحد، سرك في بيتي. الحركة دي زمان كانت تجنني تقتلني، لكن دلوقتي انت متصور انها رجعت زهرة نكاية فيك يعني؟ ما انا تنبأت بيها وقلتها لك يا ابني. طب والجسور الجديدة اللي بتمدها مع سليمان غانم؟ ما قلت لك اتلم المتعوس على خيبة الرجل. هتكتفي بالفرجة يعني؟ ليه لا، على الاقل تتسلى، خصوصا لما ثنائي يبقى ثلاثي. ثلاثي ليه؟ مين معاهم كمان؟ الاراجوزي اللي اسمه طلعت الشمشرجي. التلاتة بيعوموا ضد الطيار. وانت بقى بتعوم مع الطيار؟ لا يا حبيبي، انا الطيار شخصيا. معقولة يا اسماء الاميرة تشيل الصينية بنفسك؟ ما كانش فاضل من الحاشية القديمة الا ادم السفراجي. هو كمان سابك؟ انا اللي مشيته، ما بقتش قادرة ادفع اجرته. لسه برضو بتعملي فرق بيني وبينك. عايز تصرف عليا يا سليم بي؟ سوري قصدي يا سليم باشا. ما عادش في ألقاب سمو الأميرة. مال سمو الأميرة دي تبقى ايه؟ ده تعبير عن نظرتي ليكي. صدقني اللقب ده بيألمني. ونهاية الألم ده ايه يا نورهان؟ مش قادرة أعيش هنا يا سليم، أرجوك تشوف لي واسطة أسافر. منعينك من السفر كمان؟ الظاهر بيعتبروني من ضمن أملاك الأسرة العلوية، ما اكتفوش بالأرض والمجوهرات، صادروني أنا شخصياً معها. تتجوزيني يا مرهان؟